تراجع مستوى التضخم بشكل طفيف بواقع 0.2%. دراسة اقتصادية تكشف أن التضخم والغلاء بسبب جشع الشركات. خبراء الطاقة يؤكدون أن انقطاع الكهرباء الشامل غير موجود. زيادة قيمة مخالفات استخدام الهاتف أثناء القيادة. حريق ضخم يلتهم 200 هكتار من الأراضي شرق النمسا. ومحاكمة شاب سوري في قضية فوضى ليلة الهالوين. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. تراجع معدل التضخم في النمسا بشكل طفيف لينخفض إلى 11% في فبراير الماضي، بعدما سجل أعلى مستوى له بداية العام منذ عام 1952. وكما أظهرت أحدث أرقام رسمية الصادرة عن مكتب الإحصاءات، تراجع أسعار المستهلكين بشكل طفيف في فبراير الماضي. وعزى توبياس توماس مدير مكتب الإحصاءات أن أهم أسباب بقاء معدل التضخم عند مستوى مرتفع زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة المنزلية وأسعار الخدمات في قطاع السياحة. كشفت دراسة لمعهد مومنتوم أن التضخم المرتفع في النمسا مصنوع محليا، وأدى ذلك إلى زيادة هوامش الربح للشركات بشكل كبير. وكشفت نتائج الدراسة أن بعض الشركات النمساوية العاملة في عدد من القطاعات الهامة التي تشمل الطاقة والبناء والزراعة لم تكتفي بنقل الزيادات في تكاليفها إلى عملائها فحسب، بل زادت من هوامش ربحها مستغلة ارتفاع معدل التضخم بشكل عام، ما يبرر ارتفاع معدل التضخم في النمسا بشكل أكبر من دول الاتحاد الأوروبي. أكدت إدارة التحكم بالطاقة إيكونترول أنه لا توجد أي مخاوف من انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث نقص في الكهرباء أو الغاز في المرحلة المقبلة. وأوضحت إيكونترول أنه على الرغم من استيراد المزيد من الكهرباء إلى النمسا العام الماضي، لم يكن هناك أي خطر من عدم تغطية متطلبات الكهرباء، نافياً المخاوف المتداولة من الانقطاع الشامل. وحسب التوقعات حتى عام 2030 وبناء على قانون التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، سيتم توليد 27 تيراوات من أجل تغطية الطلب بالكامل من مصادر متجددة. أطلقت الحكومة تعديلا على قانون المرور للمركبات وزيادة الغرامات على استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة وعدم الالتزام بحزام الأمان. وسيكون هناك العديد من اللوائح الجديدة لمدارس القيادة وفقا للتعديل الجديد. يجب لصق إشارة النمسا في المستقبل للموافقة على رحلات التنقل في البلاد للسياحة. وبحسب التعديل ستزداد غرامة استخدام الهاتف من 50 إلى 100 يورو، وعدم ربط حزام الأمان والخوذة من 35 إلى 50 يورو، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا من الأول من مايو بعد موافقة البرلمان. تسببت آلة حصاد في اندلاع حريق كبير في حقل القصب بجانب لويزديل في بورغلاند، واحتراق حوالي 200 هكتار من القصب. واستنفرت فرق الإطفاء حتى اليوم الخميس بسبب النيران. وقالت وزيرة الدفاع كلوديا تانر: ندعم خدمات الطوارئ في مكافحة الحريق. وأكدت أن 5 طائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار للجيش تشارك في عمليات الإطفاء. وأوضح المتحدث باسم قيادة فرق الإطفاء أن 13 فرقة إطفاء واصلت العمل لمكافحة النار، مناشدة السكان الابتعاد عن الموقع.
وفي خبرنا الأخير، بدأت اليوم محاكمة شاب سوري في فوضى ليلة الهالوين في مدينة لينز اكتوبر الماضي، وقد وافانا مراسل انفوغراد من لينز ملحم حيمور بهذه التغطية. ليلة الهالوين، ليلة الفوضى والهستيريا التي سادت لينز في عيد الهالوين في اكتوبر الماضي، والتي تسببت بها مجموعات طائشة من المراهقين جلهم من الجنسيات الأجنبية، هذا ما صرحت به الشرطة النمساوية. أما العبء الأكبر يقع على كاهل شاب سوري يبلغ من العمر 22 عاما، وهو المتهم الرئيسي بأنه قاد هذه المجموعات ونظمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكان ليلة الحادثة يقود هذه المجموعات، فكان يرسل لها إشارات بيده بأن تحركوا أو أهجموا أو افعلوا أو ألقوا الحجارة والمفرقعات التي تأدى بفضلها الشرطة، وهي مفرقعات ممنوعة وشديدة الانفجار من الدرجة الثالثة والرابعة حسب القانون النمساوي للمفرقعات. الشاب معتقل منذ ليلة الهالوين وتجري محاكمته الآن كما ذكرنا. الدخول إلى القاعة ممنوع إلا للأشخاص المصرح لهم والمدعوين. الإجراءات الأمنية شديدة بحيث يمنع إدخال الكاميرات أو الهاتف النقالة، وممنوع تصوير أي من الموجودين في قاعة المحكمة من القضاة أو المحامين أو الادعاء أو حتى عاملين في المحكمة أو ذكر أسمائهم تحت طائلة العقوبات. نحن وحسب آخر التطورات التي وافانا بها زميلنا فيلينز، اعترف الشاب بالتهمة ومن المتوقع صدور الحكم اليوم. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا أسامة زهير، نتمنى لكم طيب الأوقات وإلى اللقاء.